الفترة الأخيرة عمل الخير حصل فيه طفرة كبيرة، طبعا حصل انتشار كبير وتحول معظمه لعمل مؤسسي ليه قواعد أصول إدارة مراقبة ومتابعة وكل حاجة، وجزء من المنظومة دي هو المتبرع، واللي طبعا بيتأثر بالظروف الاقتصادية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن الخير هيفضل موجود. أمتي كالمطر لا يدري الخير في أوله أم آخره. برحب مرة تانية بالشيخ أحمد وفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب استرنا جميعا يا رب. لا شك أن المطر هو خير، وينزل المطر؟ من السماء. طبعا المطر خير وينزل من السماء، وأمة النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالمطر إنما كالغيث، وإحنا مش عارفين الغيث ده أوله خير أم في الخير يكون في آخره، وبالتالي إحنا أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي أمة خير، وتسعى دائما إلى الخير، وتبدأ تنادي دائما بالخير، ويكفي أن نزل يعني بعث فيها ولها وللناس كافة هو نبي خير صلى الله عليه وآله وسلم، ورب العالمين قال وما أرسلناك إلا رحمة، هذه الرحمة هي الخير. وحتى القرآن الكريم لما نبدأ نفتح المصحف هنلاقي بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذن هذه رسالة وهذه دعوة خير جاءت للناس كافة، بل حتى للحيوان. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر حتى إلى الحيوان عليه الصلاة والسلام، يبدأ ينظر للحيوان كده نظرة عطف ورحمة وخير، فيبدأ لما يشوف حيوان جعان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يعنف صاحب الحيوان ده. يعني لما جاء رجل، تخيلي ده في الحيوان، فما بالنا بالإنسان، يعني ما بالنا بالإنسان الذي كرمه ربنا تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، كرم الله عز وجل هذا الإنسان، والإنسان ده لما نشوف يعني النظرة حتى نظرة النبي صلى الله عليه وسلم للحيوان، الراجل الجعان اللي استغفر الله الحيوان الجعان، النبي عليه الصلاة والسلام يجيب صاحب الجمل ده ويقول له لقد شكاك الجمل أنك تجيعه وتدئبه. يبقى النبي كان حتى رحيما صلى الله عليه وسلم بالحيوان، فما بالنا هذا الإنسان الجائع، هذا الإنسان الذي لا يجد مأوى، هذا الإنسان ربما الذي يكون سبحان الله مريضا لا يستطيع أن يعالج نفسه، هذا الإنسان الذي ربما يكون في بيت لا يجد له سقف يحميه، هذا الإنسان الذي ربما يعيش لا يجد الماء النظيف، أو ربما يكون الماء بعيدا جدا. فيبدأ إحنا دورنا فين؟ دورنا بقى الخير، بقى هنا يجتمع بقى الدور، يبدأ الإنسان يسعى يسعى، والسعي هنا يكون سعيا حثيثا، يعني مش سعي المتباطئ إن هو الإنسان إيه واحدة واحدة. إحنا لما كنا بنتكلم قبل كده في قضية سابقوا وسارعوا، فقلنا يا إخوانا إحنا فين من الاتنين، المصارعة للمتقين والمسابقة للمؤمنين، أنا فين؟ أنا في الاتنين دول، لأن وصلت لدرجة التقوى ولا صرت لدرجة الإيمان، ده أنا لسه عبد من عباد الله، لسه في أول الإسلام، يعني في درجة في درجة الإسلام لسه. إحنا عاوزين طب رب العالمين بيقول هنا وسارعوا، هنا بيقول سابقوا، طب أنا أروح فين؟ يعني إذا كان الحسن البصري رضي الله عنه يقول من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في الدنيا قال فألقيها في نحر. المنافسة دي اللي هي بتكون مش قضية اللي هو إيه إشمعنا ده عنده فلوس وأنا ما عنديش، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ده رب العالمين نهى عن ده. لكن قضية المنافسة في الخير دي اللي أنا أحب اللي أنا يكون زي صاحبه وأزيد في الخير. طيب سيدنا وهيب بيقول إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. فممكن واحد من اللي شايفيننا دلوقتي ممكن يتبرع، والتاني قاعد هو مستمع وما شاء الله ويمصمص الشفاء والكلام زي الفل، ولا يعني يحرك ساكنا لحال إنسان فقير، والإنسان ده في الآخر يوم القيامة يا رب ده فلان ده ما ساعدنيش. طب ما ساعدتوش ليه؟ مش انت عارف ان هو كان مريض؟ طب لو عدته لوجدتني عنده. طب ما عرفتش ان هو كان جعان وعطشان، عارف لو انت اكلته لوجدت ذلك عندي. يعني ايه؟ يعني الخير اللي انت هتعمله ده لن يضيع، بل هو عند رب العالمين. طب هو عند رب العالمين هو يعمل بيه ربنا؟ يبدا ينميه، يبدا يكبره سبحانه تبارك وتعالى، ده عشان تشوفه في الاخره، بخلاف ما ستراه في الدنيا من خير يعم عليك وعلى اسرتك وعلى اهلك. طب تعالى كده يا شيخ احمد نشوف مع مشاهدينا اول تقرير خير ومؤسسة فذكر.
الحاج عفاف حالتها صعبة جدا، بتعاني من عدد من الأمراض، أعظمهم أو أتعبهم أو ممكن نقول اللي بيخليها مش عارفة تمارس حياتها الطبيعية، وما بقتش طبيعية ولا مع نفسها ولا مع عيالها، ما بقتش تسمع ولا بقت تتكلم. الحاج عفاف اللي قاعدة معاها على طول بنتها هبة، هبة لسه بتدرس بالرغم اللي عمرها تقريبا 16-17 سنة، بس ما شاء الله عليها ممكن نقول بقت عروسة وست بيت وأيما كل احتياجاتها. ازيك هبة؟ الحمد لله. ايه موضوع مامتك بقى؟ بعتولنا في مؤسسة فذكر وقالوا تعالوا الحاجة عفاف تعبانة. ايوه، ودنها الاثنين عايزين سماعات وهي مش بتتكلم، ورجليها عايزين كفالة ولا عايزين نعمل لها عملية ولا عايزين علاج. خديني واحدة واحدة كده، ودنها مالها؟ ايه اللي حصل في ودنها؟ ودنها كان عندها لمس وهي ساعة ما ولدتني فاجت اهملت العلاج. ايوه، وكان في اخويا واختي اتعاركت مع بنت خالتي، فامي قعدت تلطم على ودانها وانا صغيره في الملايكه، فودانها الاثنين اتلمسوا واجعينها الاثنين، عايز سماعات. ورجليها دي وجعها لاقي 3 سنين، عم مش لاقيين حاجه نعالجها ولا لاقيين مصاريف. بتروح تكشف مثلا؟ ما ربنا رزقنا هي بتروح تكشف، فالدكتور بيقول لها محتاجه عمليه وعالجيها وعايزين اي حاجه نعالجها بيها. انت والدك موجود؟ ايوه موجود، بس هو كبير في السن وظهر وجعه وبيشتغل على والله، يوم فيه ويا 10 لا، يوم فيه وعشرة لا. يعني احنا جينا النهارده ومش موجود؟ ايوه مش موجود. في الشغل؟ ايوه في الشغل. وانت اخواتك فين؟ واحده في ثانيه فنيه واحده في ثالثه فنيه. في المدرسه دلوقتي يعني؟ ايوه في المدرسه، ومش لاقيين فلوس نصرف عليهم ومحتاجين فلوس، وانا في اولى اعدادي. بتروح مدرستك؟ ايوه بروح، بروح مثلا يوم وعشرة لا. ليه بقى؟ عشان خاطر امي. انت اللي بتخدميها؟ ايوه. بتساعديها في كل حاجه؟ ما بتقومش من مكانها، بتاع على طول رابطه رجليها كده؟ ايوه رابطه رجليها، لما حد يسندها لازم حد. وهي هي لو عايزه تشرب بتعمل ايه؟ بتشاورلي. اللي هي عايزه تشرب؟ ايوه. عايزه تاكل برضه؟ أيوة. اي حاجه تشاورلي؟ ايوه. صوتها ما بقاش يطلع خالص؟ لا. ليه بقى؟ هو مش عارفه، جت من عند ربنا كده وعايزه تعالج. حياه صعبه للاسره كلها، يعني تخيلوا لما تبقى الام اللي هي المسؤوله عن البيت اللي شايله البيت ما بقتش تسمع ولا تتكلم وما بقتش تمشي. الام انهارت، عمود او نقول اعمده البيت انهارت. بنتها هي هي اللي بتحاول تشيل عنها الحمل وتخفف عليها وتخفف على اخواتها، وزي ما سمعنا كده بتروح يوم وعشرة لا لمدرستها. تخيلوا بنت في عمر الزهور لسه في المفروض تبقى في المدرسة ومتفوقة في دراستها، لكن هي بتشيل مسؤولية بجانب اللي دي الحال. والدها كبير في السن ما عندهوش مصدر غير اللي هو بيطلع يشتري يشتغل بإيده زي ما بيتقال، عامل باليومية. أسرة محتاجة دعم، محتاجة نجيب لها السماعتين اللي تسمع بيهم عشان ترجع تتكلم، عشان ترجع تعيش حياتها الطبيعية. والحاجة الأهم اللي احنا محتاجين نعمل كفالة للأسرة دي، لو حد تتبرع من أهل الخير بالاشتراك مع مؤسسة فذكر قال أنا متكفل بالأسرة دي، عامل لهم مبلغ معين، المبلغ ده عشان يساعد الأسرة. احنا قدام أسرة قاعدين في سقف بالخشب، متطلبات الحياة الأساسية، الدولاب بتاعهم هو دولاب التلفزيون، دولاب الهدوم، مفيش سرير. هنشوف برضو ده في الصورة هتظهر لحضراتكم. احنا في احد القرى تبع محافظة الفيوم. لو انتوا كنتوا جيتوا معايا او اللي قاعد بيتفرج على التلفزيون دلوقتي وجي معايا هنا، مش هيصدق ان الكلام ده موجود في العصر اللي احنا فيه، مش هيصدق ان لسه في ناس حمده وشكر ربها. لكن ممكن يكون اهل الخير والمرسال اللي جانا في مؤسسة فذكر اللي احنا نجي لهم نقول كفايه عليهم كده. ربنا اراد ان احنا نكون سبب ووسيله ان احنا نخفف عنهم، ان احنا لما نعرض قصتهم ونعرض حكايتهم وحياتهم اكيد انتوا هتتفاعلوا معاهم وهتشتركوا معانا في مؤسسه فذكر تخففوا عنهم احمالهم وعبئهم. اتمنى صوتنا يوصل، واتمنى رسالتنا تبقى صادقه، واتمنى نساعد الحاج عفاف. اشوفكم في رحله خير جديده. سلام عليكم. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-5555
99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. تعليقك يا شيخ احمد يعني تقريبا صراحه صعب. تعليقي اني ان لما يكون في اسره عندها الهم والكرب ده واحنا بنحاول كل انسان يحاول ان يدخل السرور فيتمثل يبقى يمتثل قول رسول الله عليه الصلاه والسلام في الصدقه والامر بالانفاق وبعدين يصيبه بقى اللي هو من احب الاعمال الى الله عز وجل يعني سرور تدخله على مسلم. سرور اللي هو ايه انت متخيله يا استاذه دعاء ان الحاجات بسيطه جدا الانسان ممكن يساعد في كفاله ممكن يساعد في مشروع ممكن يساعد في ان انا والله اجيب لكم عفش ممكن في راحه هذه الاسره ممكن نعمل السماعات للمراه دي او عمليه او ما اشبه ذلك يعني. طيب معيش يا مولانا انت عارفه النبي عشان نعرف بس قضيه المنافسه كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يامر بالصدقه هو احد الصحابه معهوش فقير فعلا معهوش فماذا كان يفعل؟ يعني كما في حديث ابن مسعود مثلا كان بيقول لما يامرنا النبي عليه الصلاه والسلام بالصدقه واحنا ما عندناش فنعمل ايه؟ فكان احدنا يذهب الى السوق يحامل فيصيب المد. يحامل يعني ايه؟ يعني يشتغل شيال فيجيب الايه؟ المد من الطعام ولا بتاع حتى يتصدق به. هذا حال اصحاب نبينا عليه الصلاه والسلام. فمتخيله دول بقى القدوه بقى فاحنا محتاجين ان احنا ان نكون مثله. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا خليكم معانا مشاهدين. والله لسه انا جوزت بنتين وعوب عليا 35,000 صاحب الحاجه خد عليا شيك وعايز يرفع الشيك عليا واصبح دلوقتي انا مش قادره اسد بيه ومنه جوزي تعبان. تعبان عنده ايه؟ عامل عمليه قلب مفتوح ورقت في البيت ما بيقدرش يشتغل. كان بيشتغل الاول؟ كان بيشتغل الاول وكان بيصرف علينا بس اصبح دلوقتي رائد وما بيشتغلش. يعني دلوقتي انا حتى ما ببقاش لاقي حتى اجيب له العلاج او اكشف عليه حتى ولا لاقي حتى اصرف على عيالي. طب هصرف ولا اكشف عليه ولا سد دين؟ مش قادره مش قادره. فاكرين ام حمدي؟ فاكرين الست الجميله اللي جهزت عيالها وتورطت في فلوس جهاز عيال بناتها؟ احنا النهارده الحمد لله بفضل تبرعاتكم وربنا طبعا وقف معانا وقف معانا كلنا الناس اللي حست بام حمدي والناس اللي صدقتها وصدقت قصتها وتفاعلت معاها وتعاونت مع مؤسسه فذكر وقالت احنا عايزين نحل مشكلتها. النهارده جينا الفيوم بقى للست ام حمدي ام العرايس وقلنا لها تعالي معانا هنروح نسد لك دينك. السلام عليكم. تعالي اتفضلي معانا بقى عشان هنروح نخلص لك المشكله. هناخد ام حمدي معانا وهنروح بيها على الاستاذ عبد السلام اللي ليه المبلغ عشان تشوفوا قدام عينيكم والدين هو بيتسد. خليكم معانا. تعالي معانا. في طريق الخير ما بنتأخرش خلي ايدك معانا والسكة طويلة ما تكملش غير بمساعدتك في ناس محتاجة ما تتسبش ومساعدتهم أمانة فرحتهم دي ما تتقدرش دول مفتاح جنتك. في طريق الخير ما بنتأخرش خلي ايدك معانا والسكة طويلة ما تكملش مساعدتك في ناس محتاجة ما تتسبش ومساعدتهم أمانة فرحتهم دي ما تتقدرش دول مفتاح جنتك. الحمد لله دلوقتي أنا بشكر ربنا المؤسسة ساعدتني وسدت الدين اللي عليا وما علياش حاجة وأنا بشكرهم يا رب وربنا يصلح حالهم يا رب وبشكر الأستاذ عبد السلام جبت الفلوس وسديته وملوش حاجة عليا كده خد فلوس كلها وخلص بالليل كله. الحمد لله انا بشكرهم قوي وبشكر كل اللي وقف معايا كان هم كبير على قلبي وجوزي تعبان وما بيقدرش يعني يساعد باي حاجه فانا بشكر مؤسسه فذكر وبشكرهم الف شكر يا رب وربنا يصلح حالهم يا رب كل اللي وقف معايا وسدد الدين اللي عليا. النهارده عيد يا ام حمدي. والله عيد عليا وعلى كل وقف معايا وسدد الدين اللي عليا وانا استلمت اهدي الوصل اللي عليا وسددت الدين اللي عليا يا رب ربنا يصلح حالهم يا رب استلمت اهدي وخلاص وخلاص. طب نقطعيه بقى نخلص منه بسرعه. الحمد لله. قطعيه. لا خلاص بقى ده انا بقول لك النهارده عيد بتعيطي ليه؟ ده النهارده عيد ده احنا جايين عشان نفرحك ون ربنا يصلح حالكم يا رب. كل اهل الخير اللهم لك الحمد. يا رب ربنا يصلح حالهم ويسترها عليهم ويحجب عليهم انا بشكرهم كلهم يا رب ربنا يجازيهم خير يا رب. ربنا يجازيهم خير. بنشكر الكل اللي ساعد واللي وقف مع ام حمدي ام العروسه اللي كانت مهدده بالحبس عشان جهزت بنتها وما عرفتش تسد فلوس جهازها
واتبعت لها كذا مرة إنذار اللي خلاص الموضوع داخل في الحبس. شكرا لكل اللي ساعد وتعاون مع مؤسسة فذكر اللي احنا نفك كرب غارمة، كرب أم حمدي أم العروسة اللي احنا كنا عرضنا التقرير بتاعها. شكرا لكم، نشوفكم على ألف خير. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012 77 67 97 88 أو 010 555 99 8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. عايزين يا شيخ أحمد تعليقك على التقرير وتعليق أخير كده. يعني هو التعليق الأخير، إحنا أخيرا بعد طول انتظار يعني الست ربنا يبارك فيها تم لها دفع الفلوس اللي عليها او الدين اللي عليها، فجزا الله خيرا من ساهم، جزا الله خيرا من تبرع، وده ان شاء الله في ميزان حسناتكم باذن الله تبارك وتعالى. وان يعني حصل تاخير، لكن الحمد لله يعني ان ناتي خير من الا ناتي، فجزا الله خيرا من ساهم يعني. اللهم امين، ربنا يتقبل من الجميع يا رب. وعايزه اقول طبعا ارقام تليفون مؤسسه فذكر موجوده على الشاشه كل يوم في فقره الخير اليوميه، اللي عايز ان هو يتواصل معاهم يشوف من الحالات اللي احنا بنعرضها يساعدها، او عايز يطلع صدقه او يعمل وقف لله او من الزكاه، او في اي مبادره من مبادرات مؤسسه فذكر. واسيبكم مشاهدينا واخر تقرير في حلقتنا، وبشكرك يا شيخ احمد وبشكر كل المشاهدين. عم مهدي القصه بتاعته اتبعتت لنا وصراحه كانت غريبه حبتين. لما اتكلمت معاه قبل ما نيجي نصور لقيت اللي وراه حكايه. تخيلوا ان الحاله اللي وصل لها والوضع اللي بقى فيه بسبب حلم كان بيحلمه، والحلم ده لما لقاه صعب تحقيقه ومش هيبقى موجود في الدنيا اتحول لكابوس، وحياته بقت اصعب بكتير من الاول، اتصاب بشلل بسبب الحلم اللي كان بيحلم بيه. هو ايه وايه الحكايه ده اللي انا اعرفه؟ ازيك يا عم مهدي؟ الله يخليك. الله، عندك كام سنه؟ عندي 44. مؤسسة فذكر جالها جواب من أحد الناس هنا الجيران بيقولوا لنا تعالوا، عم مهدي راجل طيب وابن حلال وكان عنده حلم، ولما الحلم بتاعه ده ما تحققش بقى كابوس والراجل اتصاب بالشلل. طبعا ده حقيقي؟ حقيقي. والله الموضوع طبعا جه التفكير في الخير فكشفنا وبتاع وقالوا ما فيش نصيب انكم تتخلفوا. انت متجوز بقالك قد ايه؟ انا متجوز دلوقتي ليا 18 سنه. من 18 سنه متجوز. كانت حياتك طبيعيه وعاديه وما فيش اي حاجه وبتشتغل وبتروح وبتيجي؟ كنت شغال يوميه كده وبرجع اخر النهار على بيتي. مره واحده كده جاني الشلل ده مره واحده كده. ازاي؟ والله جاني طبعا زعلان وبتاع مع زعلت اللي قالوا لك ان انت مش هتخلف تاني. نمت طبعا بالليل وانا زعلان، فقمت الصبح احرك رجليا ما قدرتش احركها خالص، لقيت رجليا واقفه خالص. فطبعا خدوني بقى اهل الخير وكشف عليا وبتاع قالوا رجليا مش هينفع تمشي عليها. ليه؟ قالوا لي خلاص بقى ده شلل ومش هينفع تمشي عليها، وبعدين انا كانت ظروفي ما تساعدنيش ان انا اجري نهائي. فطبعا قعدت بقى بقالك قد ايه بالوضع ده؟ بقالي النهارده 6 سنين النهارده. بنفس الوضع؟ بنفس الوضع. حياتك واقفة؟ كل حاجة واقفة في حياتي، جميع حاجة في حياتي واقفة. كل حاجة. مين اللي بيساعدك تقوم تخش الحمام؟ وليدي. مراتك؟ مراتي هي اللي بتساعدني. هي اللي شايلاني؟ هي اللي شايلاني كل حاجة، كل حاجة. أنا بالنسبة ليا جميع حاجة فيا ميتة. بالنسبة ليا أنا. أول حاجة يمكن بقعد بالحوالي 15 يوم 20 يوم ما أطلعش بره. لا بشوف حد ولا حد بيشوفني ولا قاعد هنا في مكانك؟ قاعد في مكاني في نفس المكان. أهلك ما بيجوش يطلوا عليك؟ أهلي بعيد
ماشي يعني الله يزعجهم ظروفهم برضو. طب انت نفسك في حاجة مثلا؟ انا نفسي في كرسي متحرك كده اطلع واخش عليه اروح المسجد. نفسي اروح المسجد، نفسي اقابل ربنا سبحانه وتعالى، وانا ما عليش اي دين لحد. دي اهم حاجة في حياتي. مديون؟ ايوه. مديون بكام؟ 45,000 جنيه. سلف من الناس؟ سلف من الناس. عشان تاكل؟ عشان اكل ومصاريف ودنيتي. نفسي وانا عيني غطا اضغط بيه، نفسي ادفع انا ووليدي، نفسي اشوف الناس، اروح المسجد اتحرك، نفسي في حاجه اعيش من وراها. انا شايف السقف عندك بخشب والبيبان من غير شبابيك. ايوه صح. وشقتك عباره عن اوضه اللي احنا قاعدين فيها. ايوه فعلا، هي اوضه والبيت مشترك. في جيران معاك؟ ايوه، في اسرتين تاني معايا. اسرتين وحمام مشترك. فانا نفسي في اي حاجه اعيش من وراها، اعيش الايام اللي فضلالي ان انا مع اهل الخير ساعدوني كتير وبارك الله فيهم، بس نفسي في حاجه ان انا اكل من وراها، اعيش من وراها. اللي اتبعت لنا جزء من الواقع، والواقع اسوأ بكتير من حياه اي حد ممكن يعيشها. تخيلوا واحد كانت حياته عاديه، جايب اوضه في بيت مشترك في 3 اسر غيره بحمام مشترك مع زوجته، نفسه يخلف حلم. لما الدكاتره قالوا له الحلم ده مستحيل، انت مش هتخلف، زعل، نام، بقى مشلول. حياته اتحولت لكابوس بقى، الحلم اللي كان بيحلمه بقى كابوس عليه، بقى مشلول، ما بقاش في حد يصرف عليه، اتداين للناس ب 45,000 جنيه سلف عشان ياكل. ما هو من حقه، مين اللي هيصرف عليه؟ ومين اللي هيصرف على مراته اللي بتخدمه واللي بتشيله وتوديه الحمام اعزكم الله؟ فاستلف المبلغ ال 45,000 جنيه. حلمه دلوقتي الراجل اللي احنا قاعدين جنبه ده حلم بسيط، الديون اللي عليه تتسد قبل ما يموت، وده كلامه احنا مش بنفول عليه، ربنا يديله طول العمر عمر مرتاح ما فيهوش شقه، يسد الفلوس اللي عليه، ونفسه كرسي متحرك يروح بيه المسجد. فيا بخت اللي هيشارك ويجيب له الكرسي ده يروح بيه المسجد. ده لو الكرسي ده طلبه مش عشان المسجد، عشان يطلع بره يشوف نور ربنا. شوف ثوابك قد ايه، الثواب مضاعف عشان هو نفسه في الكرسي ده يروح بيه بيت ربنا يصلي بيه. فانت زيك زي الخطوات اللي بياخدها انت هتاخد عليها اجر. احنا جايين النهارده كنا فاكرين شيء ولقينا شيء تاني. جايين النهارده عشان نحط حضراتكم قدام الموضوع، قدام الناس، قدام الموضوعات اللي مش متشافه والقصص المخفيه. القصص اللي احنا لو فضلنا نحكي ونتكلم عنها مش هتيجي زي الواقع وألم وحزن ووجع من إنسان من حقه يعيش ونفسه يعيش يوصل صوته ليكم، وإحنا رسالتنا توصل ليكم. مؤسسة فذكر بتعرض لحضراتكم الحالات وبتوعد بحلها، بس إحنا للأسف مش هنقدر يعني نحل كل الحالات إلا بيكم، إلا بكرم ربنا علينا، إلا بكل واحد بيحس بالإنسان اللي زيه، بيحس بأخوه ويقول لا قدر الله لو أنا مكانه كان هيبقى وضع ايه. على فكره الاسره اللي احنا قاعدين معاها ديت ما عندهمش سرير، ما عندهمش سقف، عاملين خشب. البيبان بتاعتهم من غير شبابيك، يعني الازاز اللي بتحط في الباب مفتوح، الشباك من غير ازاز. حياه هم قادرين عليها، لكن احنا لو نقدر نهونها عليهم ونساعدها ونسعدهم يبقى ربنا هيكرمنا ويجازينا خير. بحاول اوصل لحضراتكم الامور بدون تعقيد ولا تضخيم ولا تهويل، بحط لحضراتكم الامور كالحقيقه، الصوره دي ما بتكذبش، وكلام مهدي وهو في قعدته دي اكيد مش هيكذب، ده كلام واحد تعبان وموجوع. ربنا ما يوريكوا وجعه ولا يحطكوا في ظروفه. الراجل ده معاه عليه 45,000 جنيه استلفهم عشان ياكل هو ومراته، ونفس الكرسي متحرك، وده تحدي الخير. اشوفكم في رساله خير. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-88.